القذائف الروسية 12 مدرسة منذ بداية التدخل الروسي في سوريا. غابت دروس اللغة الفرنسية عن حصص الطلاب على غير المعتاد، بينما حضرت الطائرات الروسية بحمم غاراتها على مدارسهم. 3 غارات جوية من طائرة حربية روسية على 3 مدارس في بلدة عنجارة بريف حلب الغربي كانت كفيلة بحصد أرواح 12 طالبا مع مدرستهم، فيما أصيب من كان موجودا في المدرسة بجروح متفاوتة الخطورة. نزل الأستاذ ليوزع ورق الفحص وضربت الطيارة وماتوا الأطفال والأنسة، وتصوب الأستاذ وجاءوا سيارات الإسعاف وأخذوا على الدكتور. عم يفعلوا جرائم ما بيرضى الله فيها، الله ما بيرضى فيك عم. أو أطفال لا بيفهموا ولا مين بيخيص الطفل عم بيقرأ من 5 سنوات، أطفال أبرياء. 12 مدرسة تم استهدافها منذ بداية الحملة الروسية على الأراضي السورية حسب الدفاع المدني في حلب، حيث دمرت 7 مدارس استهدفت بالكامل في المدينة، فيما قصفت 5 مدارس أخرى في ريف المدينة، كان آخرها 3 مدارس في بلدة عنجارة البعيدة عن سيطرة تنظيم داعش. بلدة عنجارة والقرى المحيطة بها من زمن بعيد ما في أي تنظيم، لا تنظيم قاعدة ولا تنظيم داعش على الإطلاق. مدارس، عائلات مدنية استهدفت الطيران الروسي. الغارات الجوية التي استهدفت المدارس مؤخرا أدت إلى إيقاف التعليم بشكل مؤقت في الريف الغربي إثر قرار من مديرية التربية الحرة في حلب حفاظا على أرواح الأطفال والمدرسين. مشاكل جمة يعاني منها قطاع التعليم هنا في مناطق سيطرة الجيش الحر بحلب، إلا أن استمرار القصف واستهداف المدارس هي المشكلة التي تهدد استمرارية العمل في هذا القطاع، وهي إحدى المشاكل التي بقيت دون حل. ماجد عبد النور، تيرت العربية، ريف حلب.